بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر، لأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه ويضمه إلى نصيبه فيشفعه، والشفعة ثابتة. الشفعة أولا تعريفها في الشرع انتزاع، استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، مثلا أناس شركاء في أرض أو في بيت أو في مزرعة، ثم أحد الشركاء باع نصيبه على أجنبي من الشركاء، فللشريك الذي لم يبع نصيبه أن يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد، دفعا للضرر عنه، لئلا يدخل عليه شريك يؤذيه فيدفع الضرر بانتزاع هذا الشخص ممن آل إليه بثمن، ويدفع الثمن للمشتري، والحكمة فيها إزالة الضرر، إزالة ضرر الشركة، هذه هي الحكمة، وهي من محاسن الشريعة، إثبات الشفعة من محاسن الشريعة، لأن فيها دفعا للضرر عن الشريك. وموضع الشفعة في الأشياء التي لم تقسم، الأراضي التي لم تقسم والأملاك التي لم تقسم، يعني يكون الشخص مشاعا بين شركاء. أما إذا قسمت الأرض وكل عرف نصيبه ووضعت الحدود صاروا جيران وليسوا شركاء، ولهذا جاء في الحديث: الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وضعت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة، لأجل أنهم صاروا جيران وليسوا شركاء. بل إن حتى بعض العلماء يثبت الشفعة للجار، وفي حديث: الجار أحق بصقبه، يثبت الشفعة حتى للجار، ولكن الحديث الصحيح يفهم منه أو هو واضح في أنه إذا قسمت الأراضي وكل عرف نصيبه فلا شفعة، انتفاء الضرر، لأن ما في شركة بعد القسمة. هذه الشفعة، وهذا دليلها وحكمتها كما عرفنا. نعم. وهناك أشياء تسقط الشفعة يأتي ذكرها إن شاء الله. نعم. باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن آلت إليه بثمن، أما إذا آلت بدون ثمن كالعطية والهبة والوقف
فلا شفعة فيها، إنما إذا انتقلت بثمن. نعم. ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي، يخرج العوض غير المالي، كما لو جعلت، لو جعل، كما لو جعل نصيبه مهرا لامرأة، جعل نصيبه مهرا لامرأة، هذا عوض غير مالي، لا يستحق شريكه تشفيع عليه. نعم. بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني يلزم الشفيع أن يدفع الثمن الذي استقر عليه عقد البيع، هذا هو الذي يلزم، الثمن الذي استقر عليه عقد البيع. فلا يقول مثلا إن غلية الأرض بعد ما اشتريت غلية الأرض أبي زيادة، نقول لا، مالك إلا الذي استقر عليه عقد البيع. نعم. فإن انتقل بغير عوض، أو يقول الشفيع الأرض رخصت ما نبدأ في علك إلا اللي تسوى، نقول لا، بما بالثمن الذي استقر عليه العقد، زادت الأرض بعد ذلك أو نقصت. نعم. فإن انتقل بغير عوض، هذا محترزات التعريف، محترزات تعريف. نعم. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم. يشترط أن يكون الشخص أو السهم انتقل بعوض مالي، فإن انتقل بغير عوض كالهبة والوقف والوصية فلا شفعة، أو انتقل بعوض لكنه غير مالي كالصداق والخلع، لو بذلت نصيبها من الأرض بذلته لزوجها ليطلقها، تطلقها، فلا يشفع عليه الشريك، لا يشفع عليه الشريك. أو صلحا عن دم عمد، صلحا عن دم عمد، واحد وجب عليه القصاص وقال، أو قال أولياءه نبي ندفع، قالوا الولي الدم نبي ندفع لكم مال ولا تقتص، فتصالحوا على أنهم يدفعون مال لولي الدم ويترك القصاص، هذا عوض غير مالي. فلا قالوا نبي ندفع لك الأرض، نصيبنا من الأرض، نبي ندفع لك نصيبنا من الأرض الفلانية، فليس للشريك الباقي أن يشفع على ولي، على ولي القصاص، لأنه انتقل إليه بعوض غير مالي. نعم. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. نعم. ويحرم التحيل لإسقاطها، يحرم التحيل لإسقاط الشفعة، كأن يظهرها أنها هبة، يقول أنا ببيع عليك لكن شرط أن ما نكتب أنه بيع، نكتب أنه هبة، أنه هبة أو أنه صداق أو غير ذلك مما لا شفعة فيه من العقود، هذه حيلة حرام، لأنها لإسقاط حق مسلم، وإذا ثبت هذا لا تسقط الشفعة. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، موضع الشفعة هو في الأرض التي لم تقسم، أو المزرعة التي لم تقسم، أو الدار التي لم تقسم، لأجل أنها لا زالت مشتركة. أما إذا قسمت كل عرف نصيبه وحازه لم يكونوا حينئذ شركاء، وإنما هم جيران، باع جارك باع بيته، ايش تبيه؟ باع بيته ولا عليك ضرر من هذا. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، تجب قسمتها، هناك شركة ما تجب قسمتها، قسمة إجبار، لأن القسمة سيأتي إنها على قسمين، قسمة إجبار وقسمة تراضي، فالأشياء المشتركة التي في قسمتها ضرر
على الشركاء لا تقسم إلا برضاه. هذه شركة، هذه قسمة تراضي في الدور الضيقة، الدكاكين الضيقة التي إذا قسمت تضرر الشركاء، هذه لا تقسم إلا برضاه، لا تقسم إلا برضاه. فلو أنه باع نصيبه من هذا النوع الذي لا يقسم إلا بالتراضي فلا شفعة، فلا شفعة للشريك، لأنه كل واحد ما في ضرر أنه يصير شريكك فلان ولا فلان، ما هي مقسومة إلا برضاك. أما إذا كانت من النوع الأول وهي قسمة الإجبار الواسعة أو مزرعة واسعة ما في ضرر في قسمتها، فإذا طلب أحد الشركاء القسمة قسمت ولو لم يرضى الآخر، ولو لم يرضى الآخر، لأنه ما في ضرر في قسمته. هذه هي اللي تثبت فيها الشفعة قبل أن تقسم، لأنه يخشى أن الشريك يطالب بالقسمة، يطالب بالقسمة، وإذا طالب بالقسمة أعطيها فيكون عليه ضرر. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويعني قسمة التراضي التي تدخلها قسمة التراضي، أما الأرض التي لا تدخلها قسمة التراضي فليس فيها شفعة. نعم. في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. نعم، يتبع الشخص المشفع فيه ما 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 غرس فيه من الأشجار أو زرع فيه من الزرع يتبعه، لأنه من نمائه. فإذا شفعت في أرض فيها نخل صل النخل لك أو الزرع. نعم. ويتبعها الغراس والبناء كذلك، لو بنى فيها، لو بنى فيها ما يمنع الشفعة، البناء ما يمنع الشفعة، تأخذه وتدفع قيمة البناء. نعم. لا الثمرة والزرع، أما الشيء الذي يؤخذ قريبا كالزرع اللي يحصد أو الثمرة التي تجنى فهذه لا تتبع الأرض المشفع فيها، وإنما تكون لصاحبها، هذه غلة لصاحبها يأخذها. نعم. فلا شفعة لجار، لا شفعة لجار، هذا المذهب عليه الجمهور، لا شفعة لجار، بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وضعت الحدود وقامت الطرق فلا شفعة، لأنه حينئذ صار من الجيران وليس من الشركاء. نعم. وهي على الفور وقت علمه. شروط ثبوت الشفعة، الشرط الأول أن يطالب بها على الفور إذا علم، علم إن شريكه باع، إذا علم أن شريكه باع فيطالب بها على الفور، فإذا تأخر سقطت شفعته، لأن تأخره دليل على أنه ليس عليه ضرر، فلا بد أن تكون على الفور ولا يتأخر إلا لعذر، تأخر لعذر لم يمكنه من طلب الشفعة فلا تسقط شفعته، أما إن تأخر عن طلبها من غير عذر فإنها تسقط، لأن تأخره من غير عذر دليل على عدم ضرره. نعم. وهي على الفور وقت علمه، وقت علمه متى ما علم، حتى ولو ما علم إلا عقب سنة بالبيع أو سنتين، ما علم إلا عقب سنتين بالبيع فلا يسقط شفعته. نعم، لأن تأخره بعذر. نعم. وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، إذا لم يطلبها إذا علم بالبيع يبادر بطلبها بطلت، فلو طالب بها فيما بعد لم يمكن لأنه فات وقتها. نعم. فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، أما إن كان له عذر لعدم المطالبة، يعني علم في وقت لا يمكنه المطالبة به كوقت الصلاة مثلا، وقت الأكل أو وقت شيء ما هو وقت مطالبة، فإنه معذور في تأخير الطلب. نعم. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني، المستطاعة الشفعة أيضا إذا قال للمشتري بعني
ما قال بشفع عليه، قال بعني اللي اشتريت هذا، فطلبه البيع دليل على أنه لا ضرر عليه فتسقط شفعته. نعم. أو صالحني، أو قال له صالحني أبا أصلح أنا وياك، تأخذ نصيبي وأخذ نصيبك وندفع زيادة اللي عنده زيادة، هذا دليل على أنه ما عليه ضرر فتسقط شفعته إذا طلب المصالحة أو طلب البيع. نعم. أو كذب العدل، أو بلغه عدل، بلغه عدل الثقة أنه حصل البيع، قال ما أنت بصادق، ما حصل بيع، تسقط شفعته لأنه لا عذر له، لأن خبر العدل مقبول. أما لو بلغه غير عدل فله عذر في ذلك. نعم. أو طلب أخذ البعض، كذلك من شروط الشفعة أن يأخذ جميع الشخص، فإن قال أبي بعضه، أنا ما أتحمل كله، أبي بعضه، يقول سقطت شفعتك لأن تبين ما عليك ضرر. نعم. أو طلب أخذ البعض سقطت. نعم. في كل هذه الأحوال هذه يسمونها مسقطات الشفعة. نعم. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما. نعم. لو كان الشركاء اللي ما باعوا كثيرين، الشركاء اللي ما باعوا كثيرون، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، تكون الشفعة لهم جميعا كل على قدر نصيبه. نعم. إذا طالبوا بها، وإن لم يطالبوا بها فهي لمن طلبها منهم. نعم. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. إذا قال واحد من الشركاء أنا ما لي رغبة في الشفعة، ما لي رغبة، فتكون الباقي منهم يأخذها جميعا أو يتركها جميعا. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. نعم. فإن وإن اشترى اثنان حق واحد، إن اشترى اثنان، المشتري اثنان ما هو واحد، المشتري لحصة الشريك اثنان، هل يشفع عليهما جميعا؟ لابد، أو يجوز أن يشفع على واحد؟ يجوز يشفع على واحد، لأن نصيب كل واحد في حكم العقد المستقل، له يشفع عليهما جميعا وله يشفع على أحدهما. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو عكسه، اشترى واحد حق اثنين من الشركاء، واحد اشترى حق اثنين من الشركاء، فللباقين من الشركاء أن يشفعوا في السهمين أو في أحدهما من هذا الواحد. قال وانت شريت سهمين من شركائنا، لنا أن نأخذ الاثنين أو أحدهم، لا مانع من ذلك، لأن كل نصيب مستقل عن الآخر. نعم. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. اشترك لهم أرضان، لهم أرضان، جاء واحد واشترى حق واحد من الأرضين، من الأرضين، فللشفيع أنه يأخذ النصيب من الأرضين جميعا أو يأخذ واحد منهما، لأن كل أرض لها حكمها. نعم. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شقصا أو سيفا وتلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. وإن باع شقصا أو سيفا وتلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. نعم. لو أن الشقص تلف بعضه، فللشفيع أن يأخذ الباقي حصته من الثمن، حصته من الثمن. نعم. ولا شفعة بشركة وقف، هذا كما سبق في التعريف، كما سبق في التعريف، إذا انتقل النصيب من غير عوض فالوقف على شفعة. نعم. ولا غير ملك سابق، ولا غير ملك سابق، لو شروا الأرض جميع فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر. نعم. لأنه لم يملك الأرض من قبل. نعم.
ولا لكافر على مسلم. ولا تثبت الشفعة لشريك كافر على شريك مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. فصل. هي من حقوق المسلمين، الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، والكافر ليس له حق. نعم. فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم. وإن تصرف مشتري، هذا من مسقطات الشفعة أيضا، إذا تصرف المشتري في الشخص أو السهم، تصرف فيه قبل أن يشفع عليه الشريك، فما الحكم؟ نعم. إن تصرف مشتريه بوقفه، بوقفه إذا وقفه قبل أن يشفع عليه ليس له شفعة، لأنه لم ينتقل بعوض مالي. نعم. أو هبته، أو وهبه لآخر، فليس للشريك الشفعة على الموهوب له، لأنه لم ينتقل إليه بعوض. نعم. أو رهنه، أو رهنه، المشتري رهن الشخص الذي اشتراه أو السهم الذي اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك، فلا شفعة حينئذ، لأنه لو شفع عليه تضرر الراهن، لأن الراهن وثيقة بحقه، لو أخذه الشريك بالشفعة تضرر الراهن. نعم. لا بوصية، لا بوصية، لأن الوصية ما تصح إلا بعد الموت، لو أن المشتري أوصى بما اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك، نقول الوصية ما تمنع الشفعة، لأنها لا تلزم إلا بعد الموت. نعم. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم. وببيع فله أخذه بأحد البيعين. لو أن المشتري باع ما اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك، وطالب الشريك، يقول نعم لك الشفعة، ولك أخذه بأحد العوضين، إما أن تأخذ بالعوض الأول أو تأخذ بالعوض الثاني. نعم. وللمشتري الغلة والدماء المنفصل، قبل أن يشفع عليه له الغلة، غلة ما اشتراه، لو الأرض أنتجت أو الدابة ولدت أو الشجرة حصل منها ثمرة، فلمن تكون؟ للشفيع ولا للمشتري؟ للمشتري، لأنه ملكه، قبل أن يشفع عليه وهو ملكه وهو نماء ملكه. نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل، المنفصل، أما المتصل كالسمن وتعلم الصنعة فهذه تتبع الأصل. نعم. والزرع والثمرة الظاهرة. نعم. للمشتري الزرع لأنه يؤخذ عن قريب كما سبق، والغلة الظاهرة، الغلة الظاهرة مثل طلع النخل بعد ما يؤبر، والفواكه بعد أن تطيب للأكل، أي تتبع للمشتري ولا يأخذها الشفيع، لأنها نماء ملك المشتري قبل أن يشفع عليه، هو ملكه فله نماؤه. نعم. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. إن بنى المشتري قبل أن يشفع الشريك، بنى له دار فيها. نعم. أو غرس فيها نخل أو أشجار، ثم شفع الشريك، نقول أنت بالخيار، أنت لك الشفعة ولك الخيار، إما أن تقبل البناء بقيمته والغراس بقيمته لأنه مال محترم وهو يوم يعمل هذا مأذون له شرعا في ذلك لأنه اشترى، فإما أن تقبله بقيمته زيادة على الثمن إضافة إلى الثمن، وإما أن تأمر بإزالته عليك الغرامة، عليك غرامة البناء وغرامة الشجر. نعم. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته
وقلعه ويغرم نقصه. إيه نعم يغرم نقصه نعم. ولربه أخذه بلا ضرر. وإن قال المشتري أنا بأخذ الشجر أو بهدم المباني، المشتري قال أنا غرست وبنيت وهالشي شفعته علي أنا بأخذ ما وضعته فيها، نقول نعم لك أخذك، لكن تغرم النقص إذا حصل بالأرض نقص يكون أنك تدفع له النقص. نعم. ولا تمنع من أخذ ملكك، لكن تغرم ما يؤثر في أرض الشفيع. نعم. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. هذا أيضا من مسقطات الشفعة، إذا مات الشفيع قبل الطلب سقطت، فليس للورثة أن يطالبوا بها لورثة الشفيع. أما لو طالب بها ثم مات قبل أن يأخذها فإن الورثة يقومون مقامه فيأخذون الشفعة. نعم. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. أي تكون الشفعة لوارثه إذا طالب بها. نعم. ويأخذ بكل الثمن. فإن نعم الشفيع يأخذ بكل الثمن، ما يقول غالي ما نأخذه إلا بما إلا بقل من ذلك، أو الأرض رخصت يوم يشريها ويغالي والأرض رخصت فنبدأ فعله الثمن الذي هو اشترى به، نقول لا يما إن تأخذها بكل الثمن أو تتركها الذي استقر عليه العقد، كما سبق في أول تأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد قليلا كان أو كثيرا، فإذا لم ترضى فليس لك شفعة. ما نضر المشتري يقول ينقص عليك. نعم. ويأخذه بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. أي نعم دفع للضرر عن المشتري، إذا قال والله أنا ما أقدر أدفع، أنت مشتريه مليون وأنا ما أقدر ما عندي مليون لكن بعطيك الموجود عندي، يقول لا ما لك شفعة حينئذ، لا ضرر ولا ضرار، إما أن تدفع الثمن كله وإلا فلا شفعة لك. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به. إذا كان باع نصيبه من المشترك بثمن مؤجل، ثمن مؤجل، فللشفيع أنه يأخذه بالأجل بنفس الأجل، لأن هذا من حقوق الثمن، فلا نلزم الشفيع نقول ادفع في الحال وهو ما بعد حل الثمن، ما بعد حل ما نلزم الشفيع نقول ادفعه الآن، ما يدفع إلا إذا حل الأجل، لأنه يقوم مقام المشتري. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به. المليء، أما إذا كان معسر فنحن لا نمكنه من الشفعة. نعم. وضده بكفيل مليء. إذا كان إنه ما هو مليء، إما أنه مماطل وقال المشتري هذا مماطل ما يدفع لحقي، أو المشتري أو الشفيع، إذا كان الشفيع مماطلا وقال المشتري هذا مماطل أو ما يدفع لي الثمن، أو الشفيع فقير ما عنده شيء وقال المشتري هذا مفلس، نقول لا شفعة له في هذه الحالة، اللي ما هو مليء ليس له شفعة. نعم. وضده بكفيل مليء إلا إذا قدم مليء، لا شفعة له إلا إذا قدم كفيلا مليئا يغرم لو تعذر دفع الشفيع للثمن. نعم. لأن المقصود العدالة، ما هو المقصود الإضرار، المقصود العدالة، ما يلحق أحد الطرفين ضرر، لا ضرر ولا ضرر. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال لو قال المشتري أنا شاريه 100,000 وقال الشفيع أنت لا أنت شاريه 80,000، يقبل قول المشتري مع يمينه، يقبل قول المشتري مع يمينه. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة، مع عدم البينة. أما لو أقام المدعي بينة، أو أقام المدعي منهما بينة بما قال، فإنه يعمل بالبينة، قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين
على من أنكر. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به. أي نعم، ولو قال أنك شاريه بتسعمائة يلزمه بالألف، يؤخذ بقول المشتري مع عدم البينة لأنه غارم. نعم. فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. نعم. وإن أقر البائع بالبيع ولو أثبت البائع أكثر. البائع ما يؤخذ قوله على غيره. نعم. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. أي ما علينا من المشتري، إذا أقر البائع بالبيع قال أنا بعت نصيبي من هالأرض 100 ريال، وقال المشتري أبدا أنا ما شريت شيء، جحد، نقول ثبتت الشفعة ما دام اعترف بالبيع، فينتقل حصة المقر إلى شريكه ويدفع الذي اعترف به ولو أنكر المشتري، لأنه اعترف على نفسه بحق لغيره وهو الشفعة. نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. لو تبين عهدة في الشخص لأنه مرهون أو أنه مبيوع من قبل أو مستحق من قبل، والشفيع دفع ثمن، فالشفيع يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع. نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم. باب الوديعة. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، ودعه إذا تركه، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ولا جفاك، فالودع هو الترك، هو الترك، هذا في اللغة. وأما الوديعة فهي المال الذي يدفع إلى من يحفظه، المال الذي يدفع إلى من يحفظه لصاحبه، هذه الوديعة. وقبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة وحفظ والقدرة على حفظ الوديعة، مستحب له أن يقبل، لأن في هذا معاونة للمودع ونفع للمودع من غير ضرر يعود عليه، يستحب له أن يقبل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الودائع، يوم أن كان بمكة يقبل الودائع، لأنه صلى الله عليه وسلم يفعل الخير والإحسان والناس يأمنونه، يسمونه الأمين، حتى الكفار يسمونه الأمين ويودعون عنده الودائع، وهو يقبلها عليه الصلاة والسلام لأنه سباق إلى فعل الخير وبذل المعروف عليه الصلاة والسلام. أما من كان يعرف من نفسه عدم الأمانة أو يعرف من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فلا يجوز له أن يقبلها، والوديعة جزء من الأمانة. بعض الناس العوام يحسبون أن الأمانة إن هي الوديعة فقط، والأمانة عامة في كل ما ائتمنك الله عليه أو ائتمنك عليه الناس، ما ائتمنك الله عليه من الواجبات وترك المحرمات هذا أمانة، تكاليف الشرعية أمانة، أو ائتمنك عليه الناس من أموالهم وأسرارهم هذا أمانة. الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا خطاب للولاة في أنهم يسندون الوظائف إلى من يقوم بها، لأن الوظائف أمانات، هي نزلت الآية بسبب نزولها في مفتاح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان مفتاح الكعبة بيد بني شيبة، في يد بني شيبة، أراد بعض الصحابة أن ينزعه من بني شيبة، فأنزل الله هذه الآية
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح على عثمان بن شيبة وبقيت فيهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا أصل نزول سبب نزول الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتعم كل الأمانات. من عنده أمانة فإنه يجب عليه حفظها، سواء كانت الأمانة لله أو كانت الأمانة للخلق يجب عليه حفظها. الله جل وعلا عظم من شأن الأمانة، قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هي التكاليف، الأوامر والنواهي، الواجبات الشرعية، ترك المحرمات، عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه، هذه أمانات عرضها الله على السماوات والأرض، عرض تخيير لا عرض إلزام، عرض تخيير. فقالت: وما لنا فيها؟ قال: إن أطعتم فلكم الجنة وإن عصيتم فلكم النار. فآثروا العافية، آثروا العافية وأبوا أن يحملوها. عرضت على الإنسان على آدم وذريته فآثروا الأجر جانب الأجر فحملوها، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان اللي هو آدم وذريته آثروا جانب الأجر، والسماوات والأرض والجبال آثرت جانب السلامة، جانب السلامة. هذا مما يدل على عظم الأمانة ومسؤولية الأمانة. نعم. باب الوديعة. نعم. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الوديع أمين، إذا تلفت عنده الوديعة من غير تفريط فإنه لا يضمن، من غير تعد منه، هو لم يتعد عليها باستعمال أو غير ذلك مما يتلفها، أو لم يفرط في حفظها وضاعت من غير تفريط، هو حافظها ومهتم بها لكنها ضاعت، ليس عليه ضمان لأنه أمين. نعم. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. يلزمه حفظ الأمانة في حرز مثلها، يعني في الحرز المناسب لها. ولا شك أن حرز الذهب والفضة غير حرز الحطب والشيء الذي لا يخاف عليه، فيجب عليه أن يضع كل شيء في الحرز المناسب له. الدراهم توضع في الصناديق والأغلاق الحصينة، فلو وضعها في غير ذلك ضمن لأنه مفرط، وغير ذلك من الأموال كل شيء بحسبه، فلو حفظها في ما يناسبها لم يضمن، وإذا حفظها في شيء غير مناسب لها ضمن لأنه مفرط. إذا حفظها في غير حرزها وضاعت فهو مفرط يضمن. نعم. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. مثلها، كل شيء له حرز مناسب، حرز الدراهم والدنانير وحرز الثياب وحرز المواشي وحرز كل شيء له حرز. نعم. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. لو قال له صاحب الوديعة بشرط أنك تحفظها في محل كذا، فحفظها في حرز دون ما شرطه صاحب الوديعة يضمن إذا تلفت، لأنه خالف صاحب الوديعة. أما العكس، لو حفظها في حرز أحفظ وأصون مما قاله صاحب الوديعة فلا ضمان عليه. نعم. فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. أما إذا أحرزها بحرز مثل ما قال صاحب الوديعة أو أحسن منه
وتلفت لم يضمن لأنه لم يفرط. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، هذا تعدي، أو دع عنده دابة وقال والله أنا ما علي منها، ما أنا بجيب لها ما ولا جايب لها علف، وماتت الدابة، أنه يضمن لأنه متعدي لهذا. لأنه معلوم أن الدابة ما تعيش إلا بالعلف والماء، لو قال أنا ما علي منها، أنا بحجرها بهالحوش وكيف، ما أني بجيب لها ما وبأجيب لها علف، ما والأصل لماذا تقبلها؟ أنت عارف أنها تحتاج إلى هذا الشيء، فلماذا تقبلها؟ فهذا متعدي فيلزمه الضمان. نعم. وإن صاحبها ضمن. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. أما لو قال له صاحبها لا تعلفها ولا تسقيها، فالإثم يكون على صاحبها، يكون الإثم على صاحبها ولا ضمان عليه هو، يكون الإثم على صاحبها وتذهب عليه هدرا ويعذر هو، لأن الحيوانات لها حرمة، يجوز أنها تمنع من الطعام من الشراب والعلف، لها حرمة. نعم. وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده ضمن. هذا مثل ما سبق، هذا مثال لما سبق، إذا عين حرزا فضمن فحفظ فيما دونه ضمن. مثال ذلك إذا قال حطها في جيبك، حطها مخبات جيبك، ولكن حطها مخبات جنبه واخذت، أو حطها بكمه أو في يده وأخذت منه، فإنه يضمن لأن الجيب أحرز من غيره فيكون مفرطا. نعم. وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. عكسه بعكسه، لو قال حطها بيدك أو بكمك أو مخبات جنبك وحطها في جيبه من زيادة التحفظ ثم أخذت، لم يضمن لأنه ما فرط، لأنه لم يفرط. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. الوديع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، حطها عند وديعه ثم تلفت، لم يضمن لأنه لم يفرط، لأن ماله عند هذا الشخص، ماله مودع عند هذا الشخص وحط الوديعة معه، لم يضمن لأنه لم يفرط. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها، أو مال ربها، رب الوديعة، في واحد الوديع لصاحب الوديعة وقال أنا ما دام فلان عنده ودائع لصاحب الوديعة وراح به حق عنده من ضمن الودائع، لم يضمن لو تلفت لأنه لم يفرط. نعم. وعكسه الأجنبي والحاكم. وعكسه لو جعلها عند أجنبي ليس وديعا له ولا وديعا لصاحبها، أجنبي تلفت يضمن لأنه مفرط. أو دفعها إلى الحاكم، الحاكم مشغول بأمور الحكم وبقضايا الناس، هم تفرغا لحفظ الوديعة، فتلفت يضمن لأنه مفرط. نعم. وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا. لا يطالب الأجنبي والحاكم إن جهل الواقع، يحسبونه للمودع ما هي الواحد الآخر، فلا يضمنان في ذلك، يعني ما عرف أن المودع متعدي، حسبونه له هو، لم يضمن. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. إذا حدث خوف على الأموال والسطو فإنه يردها إلى ربها ويسلم منها، يردها إلى ربها ويسلم منها ولا يعرضها للخطر. أو أراد أن يسافر، أراد هو أن يسافر، فإنه أيضا يردها إلى ربها، يقول أنا والله بسافر وهذه وديعة، أو يودعها عند ثقة، يودعها عند ثقة ويسافر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة وضع ما عنده من الودائع عند أم أيمن الحبشية رضي الله عنها. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز. فإن غاب صاحبها، غاب صاحب الوديعة، ما يمكن يردها عليه لأنها غائب، يحملها معه، يسافر بها إن كان هذا أحرز لها، وإن لم يكن أحرز لها فيودعها عند ثقة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. أي نعم. بغى يسافر ولا وجد صاحب الوديعة يردها إليه، فإنه ينظر إن كان السفر بها أحفظ لها يسافر بها لأنها عهدة عليه، وإن كان السفر فيه خطورة عليها هو يلتمس ثقة ويودعها عنده. نعم. لأنه فعل ما يقدر عليه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو إذا أودع دابة فركبها لغير نفعها، يعني يستخدمها الحوائج ويشيل عليها وتلفت يضمنها لأنه متعدي. أما إن ركبها لحاجتها يعني يذهب بها يسقيها ولا يعلفها، ركبها لمصلحتها يوديها يعلفها ولا يسقيها، فليس عليه شيء لأن يعني هذا مأذون به لمصلحتها. أو الثوب، أودع ثوبا فلبسه، إن كان لبسه لمنفعته هو فإنه يضمن، وإن كان لمنفعة الثوب فإنه لا يضمن. كيف الثوب له منفعة من اللبس؟ نعم، إذا كان أنه يخشى عليه من العثر والدابة فيلبسه من أجل أن يمنع اشتراقه بالدابة التي تأكل القماش، فهذا لمنفعة الثوب لا حرج عليه، لو تلف لا حرج عليه. نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها. إذا أعطي وديعة في حرز، أعطي وديعة في كيس، وديعة في كيس راح يفك الكيس ثم تلفت يضمنها لأنه فك الكيس تعدي. نعم. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه، أو ما أخذها ما طلعها لكن فك الختم اللي عليها، فك الختم اللي عليها عرضة لضياعها، فهو تسبب في ضياعها فيضمن. المفروض عليه أنه حفظها في كيسها ولم يتعرض لها. نعم. لكن بعض الناس يحب الاستطلاع. نعم. يقول بعد الدراهم أشوف كمي ويعدها ثم يدخلها، لو تلفت يضمنها. أو يقول والله أنا خاف إذا بزيت محفوظة في الكيس أخشى عليها، فيفك الوتاء ويخليه، هذا عرضة لضياع يضمن. نعم. أو خلطها بغير متميز، أو خلطها بمال آخر، خلطها بمال آخر تندمج معه ولا تتميز يضمن لأنه مفرط. أما إذا خلطها بشيء تتميز عنه فتعزل وتدفع إلى صاحبها. نعم. أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. نعم. أصلاً. أما إذا ما ضاع الكل، خلطها بغير متميز لكنه ما ضاع يكون مشترك بين المودع وصاحب الخلط، مشترك بينهما. أما لو ضاع فإنه يضمن. نعم. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. إذا قال المودع أنا دفعتها إليك، قال المودع لا ما دفعتها إلي، يقبل قول المودع لأنه أمين، لأنه أمين. نعم. يقبل قول المودع في ردها إلى ربها. نعم. أو غيره بإذنه، أو ردها إلى غير صاحبها بإذن صاحبها، قال دفعتها إلى وكيلك فيقبل قوله. نعم. وتلفها، ويقبل قول المودع أيضا في تلف الوديعة، إذا قال تلفت
تلفت يقبل قوله لأنه أمين. نعم. وعدم التفريط يقبل قوله قال صاحب الوديعة صحيح أنه تالف لكن أنت مفرط، يدعي عليه أنه مفرط يقول أبدا أنا ما فرطت، وليس مع صاحب الوديعة بينة على أنه مفرط، يقبل قول الوديع أنه غير مفرط لأنه أمين، وصاحب الوديعة قد ائتمنه فكيف يخونه بدون دليل. نعم. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. إذا قال لم تودعني جحد الوديعة ثم أثبت عليه صاحبها بالبينة أنه مودع عنده، لما ثبتت عليه قال أنا رادها عليك قبل، قل يا سبحان الله حين تقول أنها أنك لم تودعني وحين تقول أني رادها اعترفت، معناه أنك اعترفت بالوديعة وتدعي الرد، فأنت قال أنا عندي بينة أني رادها، نقول البينة هذه أنت مكذب لها، تقول ما عندي شيء، أنت مكذب للبينة تقول ما عندي شيء، لكن يوم خنقت الحكم وشفت أنك تبي تغرم لجأت إلى هذه الحيلة ما يقبل منك. نعم. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. نعم، ولو ببينة لأنه مكذب للبينة يقول ما عندي شيء. نعم. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. أما لو قال ما لك عندي شيء قال صح اثبتت عليه الوديعة بالبينة، اثبتت عليه الوديعة بالبينة ثم قال مالك عندي شيء يقبل قوله لأنه قوله مالك عندي شيء يحتمل أنه يريد أنه ردها عليه، أنه ردها عليه، ما هو مالك عندي شيء أنك ما أودعتني، بل مالك عندي شيء يعني رددتها عليك. نعم، فيقبل قوله في هذا كما سبق أنه يقبل قول المودع في الرد. نعم. بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، أو يقبل قوله بعد ثبوت الوديعة بالبينة، يقبل قوله بعد ثبوت الوديعة أنه ردها بالبينة إذا أقام بينة أنه ردها. نعم. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. المودع مات، المودع مات وجاء صاحب الوديعة يطالب الورثة، أمورثكم عنده لي وديعة، قالوا رادها عليك أو حنا نحن رددناها عليك، لم يقبل قوله لأن صاحب الوديعة لم يأتمنهم، وإنما أتمن الميت ولم يأتمن الورثة، فلا يقبل قولهم إلا ببينة إن المورث ردها أو إنهم هم ردوها. نعم. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. لو أودعوا مكيلا أو موزونا، شركاء أودعوا مكيلا أو موزونا ثم جاء أحدهم يطلب حقه ويمكن فرزه وإعطاؤه إياه بدون ضرر، نعم يعطى إياه مثل المكيل والموزون، أودعوا عنده 100 كيلو من البر أنصاف كل واحد له 50، جاء واحد منهم وقال أنا أبي حقي، أنا أبي حقي من الوديعة، نقول نعم لا بأس يكال له 50 صاع أو كيلو يعطى إياه لأنه لا ضرر في ذلك. نعم. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر وللمستودع والمضارب والمرتهن والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. نعم، من كان بيده مال لغيره، من كان بيده مال لغيره مثل المودع، إذا غصبت الوديعة فله أن يطالب بها، له أن يطالب الغاصب بها، ما نقول لا أنت ما تطالب، اللي طالب المالك نقول لا، يطالب الأمين أيضا، الوديع له يطالب لأنه يريد
أن يردها إلى صاحبها، ولا يمكنه ردها إلا بالمطالبة، فله أن يطالب هذا الوديع. نعم. والمضارب، المضارب اللي دفع إليه مال يبيع ويشتري به بجزء من الربح، إذا غصب هذا المال اللي مع المضارب له يطالب الغاصب، لأنه مستحفظ على هذا المال ومطالب برده، فله أن يطالب الغاصب ولا ينتظر حتى يأتي المالك ليطالب. نعم. والمرتهن أحد عنده رهن بدين له على أحد، غصب هذا الرهن، للمرتهن أن يطالب به لأنه حظ في هذا والوثيقة، الوثيقة، فيطالب الغاصب ويخلص المال من الغاصب ليبقى رهنا عنده. نعم. والمستاجري، المستاجر، واحد مستاجر السيارة غصبت، غصبت السيارة، له يطالب الغاصب، له يطالب الغاصب لأنه سيطالب بردها، فلا بد فله أن يطالب الغاصب من أجل أن يدفعها إلى صاحبها المؤجر. نعم. باب إحياء الموات. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الشقص في قول المؤلف رحمه الله؟ الشقص النصيب، الشقص النصيب من الأرض أو من البيت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الشقق التي للتمليك وهل تجري فيها الشفعة خاصة؟ ها؟ ما حكم بيع الشقق التي للتمليك وهل تجري فيها الشفعة؟ التي للتمليك، كيف للتمليك؟ أنت تملك شقق، أنت مالك للشقق، هل للمالك أنه يبيع الشقة التي يملكها؟ نعم، له شيء من أنه يبيعها. نعم. وهل تجري فيها الشفعة؟ لا أدري شلون الكلام هذا. الشقة ما تثبت فيها الشفعة، لأنه ما يمكن قسمها، ما يمكن قسم الشقة لأنها ضيقة، وإنما الشفعة فيما يقسم، والشقة لا تقسم إلا بالتراضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال صاحب الروض عند قول الماتن في التعريف ممن انتقلت إليه بعوض مالي. نعم. قال صاحب الروض عند قول الماتن رحمه الله في تعريف الشفعة ممن انتقلت إليه بعوض مالي، قال صاحب الروض كالبيع والصلح والهبة بمعناه، فما معنى الهبة؟ الهبة بمعنى البيع، هبة الثواب، يعني هبة الثواب، لأن الهبة على قسمين، هبة تبرع وهبة ثواب، الذي يهدي للتجار هذا يريد الثواب، يريد أنهم يردون عليه أكثر مما أهدى، هذه في حكم البيع، في حكم البيع. فلو أن الشريك أهدى نصيبه إلى تاجر هبة ثواب، يعني يريد من ورائها ثمنا، فلشريكه أن يشفع عليه، لأن هذا بمعنى البيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بنى المشتري قبل الشفعة ثم شفع الشريك بعد علمه بالبيع، هل يرجع المشتري على من باعه بقيمة المبنى؟ إذا بنى المشتري قبل الشفعة. نعم. ثم شفع الشريك بعد علمه بالبيع. إيه؟ فهل يرجع المشتري على من باعه بقيمة الذي بناه، لأن المشتري لا يستفيد من المبنى بعد قلعه؟ هذا تقدم أنه إذا كان فيها بناء فللشفيع أنه يطالب بإخلاء الأرض ويغرم ما ينقص، يغرم للمشتري ما ينقص من جراء الإخلاء، وله أن يتملك المباني والشجر بقيمتها. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أودع اثنان 100 ريال في وكاء وعليها ختم، فقال لكل واحد منا 100 ريال، وجاء أحدهما يطالب بحقه، فهل يفك المودع عنده هذا الختم ويعطي أحدهما نصيبه؟ نعم. إذا أودع اثنان 100 ريال في وكاء وعليه ختم، وقال لكل واحد منا 100 ريال، كله 100 ريال، وكل واحد يقول لي 100 ريال، شلون؟ ما هو بالمال المودع 100 ريال يقول؟ إلا كيف هو كل واحد يقول لي 100 ريال؟ مو صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لماذا سمي الإنسان في الآية أنه ظلوم جهول عندما قبل بالأمانة؟ ما هو المقصود كل إنسان، المقصود الجنس، يقولون حملها الإنسان يعني جنس الإنسان، العبرة بالجنس لا بالأفراد. الأفراد يكون منهم صالحون، يكون منهم أنبياء ورسل، يكون منهم مؤمنون، إنما العبرة بالجنس فقط. فيهم كفار وفيهم منافقون وفيهم، ولهذا قال بعدها مباشرة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالذين حافظوا على الأمانة هم ثلث البشرية، المؤمنون والمؤمنات، والثلثان إما كافر وإما منافق، خانوا الأمانة فاستحقوا العذاب. فالعبرة بجنس الإنسانية ما هو بأفرادها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أودع رجل عندي مالا، نعم، لو أودع رجل عندي مالا فهل يجب علي رد عين المال المودع أو قيمته وما يساويه؟ لا لا، ترد العين، العين المودع، ما القيمة هذا يصير شراء، يصير بيع وشراء، ما ترد القيمة، ترد العين به ولا تتصرف فيها، تبقيها فيها على حالها، ولا تفك الكيس ولا تفك الوكاء، تدفعها لصاحبها كما جاءتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أودعت ذهبا عند قريبة لي فوضعته في دولاب غرفة النوم ثم سافرت إلى القصيم لمدة 3 أيام فسرق الذهب، علما أن الباب الداخلي لدارهم كان خشبا وقام السارق بكسره، فهل أضمنها؟ هذا عند القاضي، هذه مسألة خصومة عند القاضي، ما ندري عن ملابساتها وعن أمورها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمودع أن يكتب عقدا أنه أمن هذا الشخص هذه الأمانة؟ ما يحتاج عقد، إذا صار يكتب عقد هذا ما هو بأمانة، لا ما يحتاج عقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أقوم على إخوتي القصار ولهم مستحقات مالية من الضمان. نعم. أنا أقوم على إخوتي القصار. نعم. ولهم مستحقات مالية من الضمان الاجتماعي. نعم. وأقوم بالصرف عليهم طوال السنة لكني لا أحصي ما أصرفه، وأيضا قد بينت لهم هذا، فإذا جاء الضمان أخذته وتصرفت فيه، فهل هذا جائز مع العلم أنهم لا مانع عندهم؟ مقصار ما لهم إذن، مقصار ما لهم إذن، قولك لا مانع عندهم هذا ما له قيمة لأنهم قصار ليس لهم إذن. الواجب عليك أن تحفظ حقوقهم وتنفق عليهم منها بقدر حاجتهم، والباقي تحفظه لهم. نعم. هذا صحح السؤال. يقول فضيلة الشيخ، إذا أودع 200 ريال، نعم، ونصيب كل واحد 50 ريالا في وكاء عليه ختم، فجاء أحدهم للمودع عنده وأراد نصيبه، إيه؟ فهل يفك الختم ويعطي أحدهما نصيبه؟ نعم، يفك الختم ويعطي واحد منهم نصيبه بمحضر، يكتب محضر حضر شهود، ويكتب محضر بفك على فك الكيس وعد نصيب الذي طالب، لازم يثبت محور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يجري الآن في البنوك بما يسمى الإيداع هو المقصود به في الشرع، علما بأن البنك يتصرف بالمال ويعلم هذا المودع؟ هذا إن كان الإيداع للاستثمار فهو ربا ولا يجوز، أما إن كان الإيداع لمجرد الحفظ وليس للاستثمار فهذا يجوز للضرورة، يجوز للضرورة، لأن الأموال عليها خوف، وليس هناك مكان آمن إلا البنوك اليوم، فيجوز الإيداع بدون استثمار لأجل الضرورة. وأما إذا كانوا يأخذونها ويستعملونها هذا ما هي بوديعة، هذا يعتبر إقراض، أنت أقرضت البنك، هذا يعتبر قرض للبنك، الوديعة تخفض ولا يتصرف فيها، لا
فإذا تصرف فيها صارت دينا في ذمته، دينا في ذمة البنك لك. ولذلك يسمونك داين، يسمون البنك مدين، يكون هذا من باب القرض، فأنت تقرض البنك هذا المال، وإذا احتجته أو تسحب منه يرد لك مالك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أودع عندي قريب لي 500 ريال. نعم. فصرفتها في بعض حاجياتي. نعم. أودع قريب 500 ريال عندي. نعم. فصرفتها في بعض حاجياتي، وبعد مدة جاءني طالبا إياها فرددت عليه 500 من محفظتي، فهل يجوز ذلك؟ إيش؟ يقول أودع قريب لي 500 ريال عندي. نعم. فصرفتها في بعض حاجياتي، وبعد مدة جاءني طالبا إياها فرددت عليه 500 أخرى من محفظتي، فما الحكم؟ حكم أنك أخطأت في تصرفك فيها، هي وديعة، ما هي وديعة تحفظها تدفعها إليه. أما لو استأذنته في أنك تصرفها وتعطيه بديلا عنها يصير هذا من باب القرض، يصير هذا من باب القرض لا من باب الوديعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أودع رجل عندي كتابا، فهل يجوز لي قراءته أم لا بد من إذنه؟ لا، ما يجوز قراءته، لازم من حفظه، لأن القراءة تعرضه للاستعمال والتلف، فلا تقرأ فيه إلا بإذنه، إذا أذن لك ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تثبت الشفعة في الفلة المقسومة إلى دورين مستقلين أو ما يسمى بالفلة الدوبلكس؟ هذا ذكر الفقهاء أنه إذا كان الجيران يشتركون في طريق بينهم أو في مسيل بينهم فإنها تثبت الشفعة لأحدهما على الآخر على الصحيح، على الصحيح إذا اشترك في مرفق من المرافق تثبت الشفعة للشريك، هذا على قول آخر غير المذهب، وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء في أنه تثبت الشفعة إذا كان بين الجيران شيء مشترك من المرافق كالممر مثلا أو المسيل، مسيل السيل أو المياه. نعم. فهو من هذا الباب، هذا من الشقق من هذا الباب، جيران بينهما شيء مشترك فتثبت الشفعة لأحدهما على الآخر على القول الثاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إطلاق لفظ ضيوف الرحمن على حجاج بيت الله الحرام؟ تفاؤل إن شاء الله شيء طيب، هم جاءوا لا يريدون مالا ولا يريدون الدنيا ولا إنما جاءوا لطاعة الله وتلبية لدعوة الله سبحانه. نعم. فهم يرجى أنهم ضيوف الله جل وعلا، وأما نيات الناس ما لا يعلمها إلا الله، حنا ما لنا إلا الظاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد ولدي بعض من كراتين الماء المتبقية من رمضان الماضي، فماذا أصنع بها الآن؟ حطها في المسجد، خل الناس يشربون، حط كل يوم منها في المسجد وخل الناس يشربون لما خلص، ما هو خاص برمضان، ما هو بالشراب خاص برمضان، لأنك لو أبقيتها إلى رمضان القادم ربما لا تصلح للاستعمال لأن استعمالها محدود، فاجعلها في المسجد وخل الناس يشربون، أحسن إليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مشلول القدم اليمنى ويلبس جهازا عليها ويلبس فوق الجهاز شراب وتبقى الرجل اليسرى مكشوفة، السؤال، عندما يلبس الجهاز ويلبس عليه الشراب هل تلزمه الطهارة، وهل يمسح على واحدة ويغسل الأخرى؟ يغسل الرجلين، يتوضأ ويغسل الرجلين ثم يلبس الجهاز ويلبس عليه الشراب ويمسح إلى يوم الليلة، فإذا تم اليوم والليلة ينزع الشراب وينزع الجهاز ويتوضأ ويغسل رجليه ثم يعيد، وهكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلمون ما يخطط له أعداء الإسلام وجمعهم الأعداد الكبيرة لضرب المسلمين، وبناء عليه أصبح بعض الناس يتعلقون بأمور الدنيا والأسباب الظاهرة كالأسلحة وغيرها
ونسوا قدرة الله والثقة به والتوكل عليه سبحانه، فما هو توجيه فضيلتكم وفقكم الله؟ هذا قلنا منذ ليلتين تقريبا، قلنا أن الواجب على المسلمين الثبات على دينهم والثقة بالله عز وجل، التوكل على الله، الإكثار من الدعاء، والله قريب مجيب، ولا سيما في حالة الضرورة الله قريب مجيب. ثم عليهم أيضا أن يصلحوا أحوالهم، لأنه ما أصابهم شيء إلا بسبب ذنوبهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله، وأن يقوم بعضهم على بعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصحاب البيوت يقومون على من في بيوتهم، يتعاونون على البر والتقوى، لعل الله أن يكشف عن المسلمين هذه الغمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أخذ لقاحا من النخيل التي في الشوارع العامة للنخل التي في بيتي، هل هذا العمل جائز؟ إن كان مسموحا به فلا بأس، ما إن كان ما هم مسموحا به، البلدية ما سمحت فلا يجوز لك هذا، تشري وإباع الآن تشري من مالك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة استراحة أو مخيم أو بيت؟ لا، لا يجوز اقتناء الكلب إلا للأشياء التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، حراسة الزرع أو الماشية أو الصيد، تريده للصيد، كلب صيد يكون معلم، أو كل الكلاب، بل الكلب المعلم، المعلم اللي يصلح للصيد وأن تصيد به لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الاستفراغ من قبيل النجاسات؟ وإذا استفرغ غلام عنده، نعم، الاستفراغ نجس، لأنه يخرج من المعدة فهو نجس، يغسل ما أصابه سواء من كبير أو من صغير، مثل العذرة، مثل البول. نعم، لأنه فضلات تخرج من المعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من البر بوالدي أن أبلغهما عندما أضع مبلغا ماليا في أحد الأوقاف يعود أجره لهما؟ هل من البر بوالدي أن أبلغهما عندما أضع مبلغا ماليا في أحد الأوقاف يعود أجره لهما؟ لا، تبلغهم لأجل يسروا بهذا، لأجل يسروا بهذا ويدعو لك، طيب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أصيب بسلس البول كيف يتطهر ويطهر ملابسه؟ يصيب بسلس البول، نسأل الله العافية وأن يشفي مرضى المسلمين، فإنه عندما يريد الصلاة يستنجي ويضع حافظا على ذكره يمنع تسرب البول، ويغسل الثوب الذي أصابه البول، أو يغير بثوب طاهر، ثم يصلي في الحال، كل صلاة يعمل كذا، كل صلاة يعمل كذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دفع رجل سلعة لرجل آخر وقال بيعها بمئة ريال، وإن بعتها بأكثر من مئة فالزيادة لك، فما الحكم؟ لا بأس، يعني سمح له بالزيادة فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سيارة جديدة فحصل أن اللوحات فيها لها رقم مميز وأحرف مميزة، فجاء رجل يرغب شراء تلك اللوحات ويتحمل إبدال لوحات سيارتي على حسابه، فما حكم هذا البيع؟ على حسب نظام المرور، إذا كان يسمح ببيعها فلا بأس، أما إذا كان ما يسمح ببيعها فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال لفلان إنه ولي لأنه كثير الأعمال الصالحة؟ الجزم لأحد بأنه ولي لا يجوز إلا بدليل، أما إننا نرجو للصالحين، نرجو لهم أنهم من أولياء الله، الرجاء هذا جيد، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة والأصل من أصول العقائد.
وكل مؤمن فإنه ولي لله الحمد لله. ما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكل مؤمن تقي فهو ولي لله، ولو لم تجري على يده كرامة. يعني بعض الناس يقول ما يكون ولي حتى تجري على يده كرامة، ما هو بلازم. كثير من الصالحين ما جرى على يده كرامة. المهم أنه مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، هو ولي لله بإيمانه وتقواه. فكل المؤمنين المتقين أولياء لله عز وجل، ويتفاوتون بعضهم أفضل من بعض إلى شك. أما أنه ما يقال أنه يقال ما يكون ولي حتى يكون له كرامات، هذا غلط. أو أنه ما يكون ولي حتى يبنى على قبره مسجد أو مزار، هذا غلط أكبر. هذا من وسائل الشرك ومن الغلو في الصالحين. أولياء الله الحمد لله كثيرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. رب يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. يكون من أولياء الصالحين والناس ما يدرون، شوفونه ضعيف ومسكين وعليه ثياب رثه وله بيعتني بنفسه، وهو من أولياء الله. ولا جاء يدخل على أحد ما يأذنونه، يحتقرونه، يدفعونه بالأبواب، يحتقرونه ولا يشفعونه لو شفع، لأنه ما هو شيء عند الناس، وهو عند الله له مكانة عظيمة سبب تقواه وصلاحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لي والد يبلغ من العمر 75 سنة، وذلك لا هو بلا ما يكون من الأولياء إلا من عليه عمامة، فالطعمامة يسمونها عمة الأولياء أو عمة السادة، هذا كله من الترهات. يقول ابن القيم: ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها، هم من سائر الناس وقد لا يدرون عنهم الناس، ما لهم علامات في ثيابهم أو ملابسهم أو في ما يعملون من الهالات حولهم، ما يعبأ بهم، وهم أولياء الله سبحانه وتعالى، ما يتميزون بشيء، بل هم دون الناس في الملابس وفي المراكب وفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لي والد يبلغ من العمر 75 سنة، قلت له مرة: صلي المغرب، فصلى 8 ركعات، مع العلم أنه أحيانا. لوالد يبلغ من العمر 75 سنة. نعم. قلت له مرة: صلي المغرب، فصلى 8 ركعات، مع العلم أنه أحيانا إذا قلت له من أنا يعرفني، وأحيانا إذا حان وقت الصلاة قلت له قم صلي قال صلاة ماذا، فهل نجتهد معه في تذكيره بأوقات الصلاة وتعليمه الصلاة، أم ماذا نفعل معه؟ نعم، اجتهدوا معه في تعليمه وتذكيره بالصلاة.